السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن مشكلات في طريق الشباب. الشباب هي مرحلة من أهم مراحل حياة الإنسان. مرحلة الشباب هي مرحلة الحماس، مرحلة الاندفاع، ومرحلة التضحية والبذل والعطاء. مرحلة مهمة للغاية من تاريخ الإنسان. كلما كان ناجحا الشاب في هذه المرحلة ينعكس على حياته المستقبلية وتترك بصمات واضحة لما تبقى من عمره. وكلما كان الشاب في هذه المرحلة ضعيفا أو منتكسا، كل هذا تبقى آثاره واضحة على عمره. مرحلة الشباب هي أهم مرحلة في تاريخ الإنسان. لهذا نلاحظ بأن رجال الإصلاح وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التربية وأهل الفكر ورجال السياسة وغيرهم من القادة، إذا أرادوا إصلاحا في المجتمع، إذا أرادوا تغييرا جذريا نحو مستقبل ماسم، إنما يعتنون بأمر الشباب، لأن هذه المرحلة هي مصدر الطاقة. فالشباب هم رجال المستقبل، وهم بنات النهضة، وهم الذين يحملون مشعل التغيير. فكل رجال الإصلاح وكل من أراد أن يقوم بتنظيم للمجتمع وإعادة ترتيب الأوراق يبدأ مع الشباب. حتى الحركات الإصلاحية في جانب الدعوة، إذا رحدنا دعوة الأنبياء والمرسلين، دوما يبدأون بالشباب في مختلف العصور والحقب التاريخية. ودوما نلاحظ بأن الشباب يتحملون العبء الأكبر في الدعوة إلى الله ونصرة الإيمان. وأيضا لما ننظر في الحركات الوطنية، حركات التحرر وحركات الانعتاق من نيل الاستعمار، دوما كان الشباب هم الأول في المقدمة. وإن كان كل مرحلة من مراحل الإنسان لها أهميتها القصوى، لأن كل مرحلة تعود في الأساس إلى الواجبات المطلوبة، إلا أن مرحلة الشباب هي مرحلة الأهم، لأنها مرحلة القوة ومرحلة الهمة. وإذا أردنا أن نبني مجتمع، إذا أردنا أن نعمل على نموه وتطويره، لا ينقصنا إلا الاهتمام بعالم الشباب وبمصالحه، ومن ثم سنرى عجائب في تغيير المجتمع وفي نهضته وفي تقدمه واستمراره. لكن حينما نرى واقعنا المعاصر، نرى بأن شبابنا يعيش مشكلة شائكة. وطبعا في كل العصور قد يواجه الشباب مشكلات، كل منها تتغير حسب الحقبة التاريخية وحسب التحديات المطروحة. نحن لن نتحدث عن شباب الماضي ولا شباب التاريخ، نريد أن نتحدث عن شبابنا المعاصر.
الذي يلاحظ واقعه يجد بأنه يعاني من مشكلات شائكة، منها ما هو محلي، ما هو إنتاج داخلي، أسباب واقعية، ومنها ما هو مستورد جاءنا من العالم الآخر وحاولنا أن نتبناه ولم نفلح. وهناك مشكلات فردية، كل فرد له مشكلة خاصة، إما أنه ضحية طلاق الوالدين، إما أنه ضحية سوء معاملة في المدرسة، إما وإما وإما. هناك مشكلة فردية تخص كل فرد على حدة، وهناك مشكلات عامة مشتركة بين جيل بكامله، كل الجيل بكامله عنده نفس المشاكل المشتركة. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتناقش فيما بيننا ونطرح بكل موضوعية أهم المشاكل والعوائق التي تعترض سبيل نهضة شبابنا، ونتعاون على اقتراح السبل الكفيلة لعلاجها. تعالوا بنا نفتح النقاش ونفتح الحوار لنتحدث عن قيمة هؤلاء الشباب وعن طاقتهم وعن سبل أن يتطوروا ولا يفقدوا هدفهم وانتماءهم فيتحولوا إلى طاقات مبعثرة. لا شك من أن أهم مشكلة الشباب، أولا قد نلاحظ هناك مشكلة الفراغ. قبل أن نبدأ في الحوار أرضية بسيطة تفتح لكم أيها الأحباب الكرام الأفاق للنقاش والحوار. فلعل أول مشكلة عند شبابنا مشكل الفراغ، أنه يريد أن يملأ وقته بالعمل، يريد أن يملأ وقته بالإنتاج فلا يجد شيئا، هذا الفراغ قاتل، ومن ثم يترتب عليه القلق وتترتب عليه الحيرة وقد يترتب عليه أشياء أخرى. لهذا نجد شبابنا قد يتجمع بعضهم في المقاهي، يتجمعون لقتل الفراغ، ومن ثم تبدأ عادات سلبية تبدأ في الانتشار بين فئة من شبابنا، كالتدخين مثلا وشرب الشيشة وغيرها من الموبقات. نجد مشكل أكبر وهو البطالة، فهناك شباب يواجهون شبح البحث عن العمل المناسب، إما إنه عنده شهادة علمية، عنده دبلوم ولا يجد عمل، وإما أنه لم يتوفق في الدراسة ولا في التكوين ويجد نفسه شاردا. ومن ثم نلاحظ بأن نفسية هؤلاء الشباب تغلب عليهم مشاعر الخوف من المستقبل، الخوف من الحياة المقبلة. ليس غريبا أن نسمع بأن هؤلاء الشباب يعيشون حالة من القلق والاكتئاب. ثم تتطور الأشياء فيشعر الشاب بأنه غير صالح للمجتمع، عدم صلاحيتهم للمجتمع، وكأن المجتمع يسير في طريق وهم في طريق آخر. وتزداد هذه المشكلات حينما يلتقون برفقاء السوء، رفقاء السوء يأخذونهم إلى الوراء، وخطر كبير يقع في هؤلاء الشباب من أجل النسيان إذا لم يكن عنده ثمن التدخين أو ثمن المخدر أو الشيشة، تجده في الغالب يقع والعياذ بالله فيما يسمى بالعادة السرية، ومن ثم يلاحظ في أنه يتابع برامج هابطة وأفلام إباحية، لعله ينسى واقعه المرير، لعله يشعر بنشوة أو سعادة فيزداد هبوطا والعياذ بالله. وقد نلاحظ بعض هذه الظواهر التي فيها تشنج الشباب في المباريات الرياضية، حينما يغلب على فئة منهم الهوس والرغبة في التخريب والرغبة في التدمير. هذه مشكلات كثيرة عند شبابنا، وعلينا جميعا أن نعمل لإيجاد الحلول المناسبة لشبابنا. ولعل أول حل يبدأ بالتعليم، والتعليم الجيد، التعليم النافع، التعليم الهادف، من أجل أن نوفر
فرص شغل وفرص عمل لشبابنا يكونون مقتنعين بها ومحبين لها. على الدولة أيضا أن تعمل على منع القنوات الساقطة والمواقع الإباحية التي تفترس فراغ الشباب والتي تدمر قيمهم الأخلاقية. وعلينا أن نبني مؤسسات اجتماعية تعنى بالشباب وتتفهم واقعهم وتستجيب لاحتياجاتهم ومطالبهم، كأن ننشئ نوادي ثقافية ونوادي رياضية وتعليمية ننشر من خلالها المحاضرات والدورات التدريبية التي تساعد هؤلاء الشباب الذين هم رجال الغد على تحديد أهداف في الحياة، ومن ثم ولوج عالم الشغل وعالم الحياة. وعلينا أن نزرع الثقة في شبابنا حتى يثبتوا وجودهم في كافة الميادين، سواء في العلم، سواء في الحياة الاجتماعية، وحتى في عالم السياسة. لما لا، حتى السياسة فيها نفع كبير لتدبير شؤون الناس. وعلينا أيضا أيها الأحباب الكرام أن نفتح قنوات للاستماع إلى مشاكل الشباب وإلى طموحاتهم وإلى آمالهم. وفي المقدمة نهتم بالإعلام، الإعلام الهادف، الإعلام النبيه، الإعلام المسؤول، له قدرة كبيرة في توجيه الشباب وتحسين نمط حياتهم ونظرتهم إلى الوجود، خصوصا برامج تفاعلية، برامج فيها فتح الحوار مع هؤلاء فلذة كبدنا لنستمع إلى همومهم إلى مشاكلهم، وأيضا ننظر إلى طموحاتهم وآمالهم. وحلقة اليوم أيها الأحباب الكرام هي لهذا الغرض. فالكلمة لكم أيها الشباب، الكلمة لكم آباء وأمهات وأولياء الشباب، لعلكم تعانون الكثير والكثير في واقعكم وتبحثون عن الحلول المناسبة. عقل واحد لن ينفع، لكن عقول كثيرة ومتعددة إذا تعاونت وإذا تم اقتراح أعداد كبيرة من الأفكار والآراء الرائدة ممكن أن نتجاوز هذه المشاكل. فالكلمة لكم أحبابنا الكرام، أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع، وهي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ومرحبا بكل المكالمات، وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.